السلام عليكم. أسأل الله العظيم أن يرفع عنا الداء والبلاء، عنا جميعا وعن العالم أجمع. فيروس كورونا ده وباء بيجتاح العالم وعامل هلع وذعر في العالم كله، ظهر في الصين طبعا زي ما كلنا عارفين. ففيروس كورونا عايزين نعرف ايه كورونا ده، ايه اسم كورونا ده؟ اللي انا اعرفه من زمان ان كورونا دي شركة شوكولاتة مصرية قديمة، اهي قصادنا اهي الشوكولاتة بتاعتها، وكمان بتعمل منتجات تانية، وطبعا كلنا بنحب الشوكولاتة. لكن ليه سموا فيروس كورونا بهذا الاسم؟ الفيروس اتسمى بكورونا عشان بينتمي لعائلة الفيروسات التاجية، لأن جسم الفيروس بيبقى فيه زوائد بتشبه التيجان، وترجمة التيجان بالإنجليزية كراونز. عموما الفيروسات عشان تبقوا عارفين ملهاش علاج. البكتيريا ليها مضادات بكتيريا اللي هو المضاد الحيوي، الفيروسات ملهاش علاج، الفطريات ليها مضادات فطريات. يبقى الفيروسات عبارة عن ميكروبات، الميكروبات ديت ملهاش علاج يا جماعة. يبقى علاجها الوحيد عن طريق مناعة الجسم ومقاومة الجسم، ده العلاج الوحيد المتاح لمقاومة الفيروسات. فيروس أعالجه ما يتعالجش، أخفف الأعراض بالأدوية المساعدة. فيروس الأنفلونزا دوت بخفف، بديك مثلا مضاد للالتهاب، بديك خافض للحرارة، بديك مضاد حيوي عشان هيقلب لكحة ولا حاجة بيبقى بيدخل لنا فيها بقى البكتيريا بتشتغل، ماشي؟ فأنا بخفف الأعراض، لكن المناعة هي الحاسمة القاطعة الفيصل. الفراخ مثلا ممكن تجيلها فرة فراخ، بيسموها فرة، ايه يا جماعة فرة الفراخ دي؟ فراخ كده بكمية كبيرة بقى، اوه كله يروح في الضياع، ماشي؟ فزمان ما كانوش يعرفوا ايه اللي بيحصل ده. ممكن تكون الفرة سببها أمراض كتير، ممكن يكون جالهم عدوى أنفلونزا الطيور وقضت على الفراخ، تمام؟ ففيروس كورونا نوع من الفيروسات المتحورة، كل شوية تغير شكلها. احنا عارفين ان يعني التكاثر في الفيروسات والبكتيريا والحاجات دي يعني مختلف عن التكاثر في الكائنات الحيوانية وكده، هي بتنقسم. ممكن الفيروس بيستنسخ، بيعمل نسخ، ماشي، متحورة وبتغير شفرتها الوراثية، عشان كده مش هنقدر نعالج الفيروسات، الجسم هو اللي بيقوي. دي معلومة لازم تكونوا عارفينها. وزمان ما كناش نعرف بقى لا انفلونزا الطيور ولا الكلام دوت ولا الحاجات الغريبة ولا سارس ولا معرفش ايه، اسامي عجيبة كده بنسمع عنها. لكن الناس ممكن ملايين يصابوا بالبرد والانفلونزا ويعطسوا ويكحوا، لكن في النهاية مش كلهم بيموتوا طبعا، نسبة قليلة بتموت وما بنعرفش ليه. دلوقتي بقينا نعرف، الاهتمام العلمي والتقدم العلمي ابتدى يفزع الناس ويخوف الناس. يعني مثلا لما موضوع كورونا ده انتشر، الكمامات اللي بتتباع في السوق دي، العلبة مثلا فيها 50 كمامة، دي حاجات رخيصة جدا. العلبة اللي فيها 50 كمامة ب 18 جنيه، هياخدها الصيدلي مثلا هيبيع الكمامة الواحدة بجنيه، يعني العلبة باعها ب 50 جنيه. طبعا ما بيبيعهاش مرة واحدة، بيبيعها على مراحل. فجأة الكمامة دي غليت، بدل ما تبقى ب 18 جنيه اللي هي العلبة اللي فيها 50، بكام يا جماعة؟ وصلت النهاردة ل 230 جنيه، علبة كلام فارغ ما بتتكلفش، نتيجة الهلع والفزع اللي الناس فيه، ماشي؟ الصين بقت تستورد من مصر كمامات بعد ما كانت الصين بتدي العالم كله، مش ملاحقين. لكن انا بطمنكو، الفيروس بيبقى ضعيف، حتى لو ايدز، حتى لو كبد وبائي سي، حتى لو كورونا، غسيل ايدك بالمية والصابون يحميك من الاصابة بالفيروس، المطهرات العادية، انك تتجنب الغرف المغلقة وتتجنب الاماكن التانية، بس طبعا بنركب مواصلات وكده وبتاع، حتى الكمامة مش حل يعني، تمام. لكن في المناعة الطبيعية، عشان كده احب الفت النظر للحقيقة اللي قصادنا دي. لما نعالج الفيروس بنعالجه بحاجة اسمها لقاح. اللقاح ده مثلا بيبقى فيروس ضعيف مش عارف ايه، بيخش الجسم، المقاومة بتنشط، بتلتهمه، بتقضي عليه، يبقى عن طريق لقاح وليس عن طريق دواء يعالج او مضاد حيوي ليه، لا يبقى عن طريق لقاح. لكن كورونا ملوش لقاح عشان تبقوا عارفين، تمام؟
الفيروسات متحوره وتغير من شفرتها الوراثيه وكده بسرعه 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 بسرعه، فمفيش دواء يقدر يصطادها او يجيبها. خلاص، يبقى الميكروبات المتحوره ومنها فيروس كورونا دي صعب نسيطر عليها وصعب ان احنا نعالجها، فبتمثل تهديد خطير متزايد على المجتمع العالمي. لما حد بيعمل عملية بنخاف عليه من عدوى الميكروبية، فلازم ناخد احتياطاتنا. واحد مثلا بيتعالج، ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم جميعا، من مثلا السرطان، فبياخد علاج كيماوي. العلاج الكيماوي دوت بيضعف صحته العامة وبيضعف مقاومته، فبيبقى عرضة للأمراض دي اللي هي أمراض الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والفطريات وحاجات كتير بقى. فلازم نخلي بالنا من المريض ده. طبعا حالات العدوى اللي بتبقى مقاومة للعلاج دي، هي دي بتكلفنا بقى كتير، بتكلف الناس اللي مشرفين على العلاج والدول ومعامل الأبحاث ووزارات الصحة في العالم كله وكل من يهمه الأمر، بتكلفه مبالغ طائلة لأن بيبقى صعب علاجه. لكن زي ما أنا قلت، الأساس هو مقاومة الجسم، الأساس المناعة الطبيعية. الفيروس على فكرة اللي هو فيروس كورونا بدأ انتشاره من سوق السمك في مدينة ووهان وسط الصين، دي بداية تعرف العالم على هذا النوع من الفيروسات اللي هو فيروس كورونا. لما الفيروس يتمكن من المريض، مريض مناعته ضعيفة ما قدرش، يسبب مرض حاد جدا في الرئتين لدرجة انه بيليفهم، بيخلي الرئة تليفت، بيبوظ الرئة بالعربي كده. فيروس كورونا من الفيروسات ذات الحمض النووي الريبوزي. يعني ايه الكلام ده؟ مش هشغلكوا بقى بناحية علمية بحتة صعبة، لكن اللي يهمنا نفهم الجزئية دي. التكوين الوراثي دوت بيسمح له بالتناسخ بسرعة جدا جدا داخل الخلايا، يعني بينتشر بسرعة وبيزيد ويزيد ويزيد ويزيد، فلما عدده يزيد بكثافة رهيبة داخل جسم الإنسان أو داخل الرئة، بيؤدي إلى تلفها بسرعة وتليفها والإنسان بيتعب. طب هل كل إنسان يصاب بالمرض يحصل له كده؟ لأ طبعا، من رحمة ربنا في مقاومة طبيعية في المناعة. يبقى لازم يا جماعة تخلي بالكم من المناعة بتاعتكم، لازم تاخدوا حاجات تقوي المناعة. طبعا حاجات طبيعية ربنا خلقها، دي أفضل حاجة إنها تقوي المناعة، وأنا في نهاية الفيديو هقول لكم إزاي تقوي المناعة. طبعا من خطورة مرض كورونا إنه بينتشر بسرعة بين البشر وكده، وممكن الإنسان يبقى حامل للمرض وينقله لغيره وبتاع، ممكن ما تظهرش عليه الأعراض لأنه جسمه بيقدر يقاوم المرض، فدي خطورة المرض. يبقى الفيروس داخل جسم الإنسان بيتناسخ بسرعة، يعني بيكتر عدده ويكتر يكتر يكتر، ده بيعمل طفرات جينية. الطفرات الجينية يا جماعة ديت معناها الشريط الوراثي اللي هو الدي ان ايه. تعرفين لما واحد مثلا يخلف من واحدة متجوزة عرفي مثلا، ويجي مثلا يضحك عليها ويقطع الورقة ويسيبها او ما يعترفش بالجنين اللي جاي، بيعملوا حاجة اسمها تحليل دي ان ايه، بيقدر يعرفوا مين ابوه ومين امه، وسائل علمية متقدمة. الشريط الوراثي اللي هو الدي ان ايه في الفيروس خطير، خطير بمعنى ايه؟ كل شوية يتغير، كل شوية يتغير، مش ثابت، ملوش شريط وراثي خاص بيه، وده اللي بيسبب صعوبة علاجه، وده اللي بيجعله خطير جدا. لو جينا عملنا احصائية بسيطة في الصين كده، يبقى عايزين نعرف احصائية المرض في الصين ايه وضعها ايه بالظبط. انا رأيي انها مطمئنة وهقول لكم ليه. يبقى لو عملنا احصائية عن عدد السكان في الصين هيطلعوا تقريبا كده نقول 1.5 مليار نسمة، يعني 1.5 مليار بني ادم. يبقى الفيروس في الصين كام مصاب صيني بالفيروس؟ عارفين كام؟ 79,000. طب في العالم كله 85,000، تصوروا. وهو الوباء ده بيقولوا انتشر في كام دولة؟ في 60 دولة، من بينهم الصين. يعني الصين لوحدها 79,000 والعالم كله 85,000، يبقى نطرح 85,000 من 79,000 يدونا كام؟ يدونا 6,000. يعني العالم كله في 6,000 مصاب، الصين لوحدها فيها 79,000 مصاب. فال 79,000 مصاب هنعمل احصائية كده، يعني نسبتهم كام في 1.5 مليار؟ اللي هم عدد سكان الصين.
يعني بإحصائية بسيطة 79,000 مصاب من 1.5 مليار شخص، يعني 79,000 شخص مصاب من 1.5 مليار، يعني 1.5 مليار، يعني 1.5 مليار شخص من إجمالي عدد سكان الصين، يعني كام في المية؟ لو عملنا الحسبة بتاعتنا هيطلعوا 5%. ف5%، مش هنفهمها إلا لو قلنا إنها تبقى عبارة عن 50 في المليون، يعني كل 1,000,000 شخص في الصين 50 واحد مصاب بالمرض، يعني كل 0.5 مليون صيني 25 مصاب بالمرض، يعني كل 250,000 صيني 12.5 شخص مصابين بالمرض. عدد يعني بسيط، انا في تحليل انا كده كراجل على قد حالي، مش وباء، يعني ده يعتبر مش وباء بالمعنى المعروف، لكن هم العلماء بيعتبروه وباء على اساس سرعة انتشاره وخطورته، لان اما بيصيب حد يعني ربنا يسلم ممكن يتوفى وممكن ينتشر المرض، لكن زي ما قلنا المناعة الطبيعية بتقدر تقاوم. التقدم العلمي بيخوف الناس اكتر منه يطمنهم، لكن لو ما كانش في تقدم علمي ما كناش هنعرف لا كورونا ولا مكورونا ولا اي حاجة ولا هنفهمها، وهنعتبر نسبة قليلة بيموتوا. يعني لما مؤاخذة مثلا وباء زي الكوليرا مثلا، لا ده ولو ما فيش علاج ليه ده يحصد الالاف والملايين. وباء زي الطاعون لو ملوش علاج مثلا يحصد الالاف بل الملايين. لكن كورونا ميكروب او فيروس متحور خطر، لكن مش بالنسبة اللي تخوف رأي الشخص. طب ازاي فيروس كورونا انتقل للناس او للبشر؟ يعني هو التوجه العلمي للعلماء بيعتقدوا انه انتقل من الافاعي او الخفافيش. في الصين طبعا بياكلوا اي حاجة، ممكن ياكل خفاش، ممكن ياكل افعى تعبان، الحاجات دي ياكل حاجات وحشة. يعني هنجد في القرآن الكريم في سورة الأعراف جزء من الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيعني في الصين أكلهم غريب، حصل تحور في الشفرة الوراثية لفيروس كورونا انتقل للبشر، يبقى الفيروس تعرض لطفرة جينية انتقل بقى من الحيوانات إلى البشر. طب مريض وأصيب بالمرض خلاص نعمل له إيه؟ يتعزل في مستشفى ويتقدم له رعاية طبية، الأطباء في المستشفى يدوا له حاجات تقوي المناعة، لما المناعة تقوى بأمر الله تعالى يقضي على المرض، الجهاز المناعي للجسم البشري بإذن الله تعالى يقضي على المرض، يعني يقضي على الفيروس. فيروس كورونا فيروس ضعيف جدا، لو أصاب الإنسان يروح مستشفى وياخد رعاية طبية متقدمة ويتعزل ويديله حاجات تقوي المناعة بأمر الله تعالى يخف، وبعض الحالات بتتوفى. نسأل الله الشافي العافي أن يعافينا جميعا يا رب. الناس بقى اللي عندها خلل مناعي في الجسم ربنا يستر عليهم، ممكن يبقوا أكتر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. طب الناس دول زي مين؟ زي كبار السن، الناس المصابة بأمراض نقص المناعة، مرضى السرطان مثلا، ربنا يعافينا جميعا ربنا يشفي كل مريض يا رب. المصاب بهذا المرض بياخد علاج كيماوي، العلاج الكيماوي دوت بيضعف المناعة، فربنا يستر عليه. لكن أحب أطمنكم، طبقا لآخر الإحصائيات العلمية نسبة الوفيات بمرض فيروس كورونا منخفضة جدا، من 2 لـ3%. عارفين يعني إيه؟ يعني كل 100 مصاب بالمرض بيخف 97-98 واحد، واتنين أو تلاتة هما اللي بيموتوا. لكن خطورة المرض
انه بينتشر بسرعة، لان فترة حضانته بتبقى فترة طويلة طويلة طويلة. ممكن الانسان يبقى في فترة الحضانة دي ومش واخد باله، يعني مصاب بالمرض بس لسه الاعراض مظهرتش عليه. اعراض بقى المرض بتشبه زي اعراض الانفلونزا، يعني في تشابه. المتخصص بس هو اللي يقدر يفهم ويعرف، ومش اي متخصص كمان. ماشي. يبقى اعراض الاصابة السعال الجاف، يعني الواحد يكح من غير بلغم، بالعربي كده كده الكلام مفهوم. ارتفاع درجة حرارة الجسم، يعني واحد هتلاقيه سخن مولع، تجس كده جبهته او قرطه تلاقيه سخن مولع زي النار. المريض هيبقى مش قادر ياخد نفسه، وطبعا دي اعراض متشابهة، اللي عنده برد اللي عنده انفلونزا، يعني في تشابه في الاعراض. مش شرط كل واحد بقى هيكح سعال جاف يبقى جاله المرض. يعني ايه هي الاحتياطات اللي احنا نتبعها علشان وقاية من المرض؟ اول حاجة الحفاظ على نظافة اليدين، زي ما قلت قبل كده تغسل ايديك بالماء والصابون، ما يجيلكش المرض عن طريق الايد. الفيروس ضعيف جدا يموت من الماء والصابون. كل واحد هيعطس او يكح يغطي المنطقة، يعني يغطي مناخيره ويغطي بقه بمنديل علشان ما ينشرش المرض. ما تختلطش ولا تقرب من الأشخاص اللي هم مصابين بالمرض أو اللي بتظهر عليهم أعراض المرض. في حاجة مهمة عاوز أقولها، لو أنت بتشرب مية باستمرار، يعني أنت مثلا في منطقة المرض انتشر فيها وفيها وباء اللي هو فيروس كورونا، اشرب مية كل ربع ساعة. ما تشرب مية كل ربع ساعة، الفيروس بينزل في المعدة، والفيروس ضعيف جدا ما بيستحملش حموضة المعدة. يبقى حلقك كده أو زورك كل ربع ساعة تشرب مية، أو في الظروف العادية مفيش وباء ولا حاجة اشرب مشاريب دافية كل شوية كده، زي اليانسون مثلا، زي الشاي، زي الحاجات دي. اليانسون بيقوي المناعة، الشاي والحاجات دي مفيدة، إنها مشاريب دافية بتنزل على الزور أو بتنزل في الحلق. ماشي. بتطهره، ما تشربوش بقى مولع نار يحرق لك زورة، تشربه كده دافي كويس. ماشي. لما بينزل في الزور وهو دافي كده، الدورة الدموية بتنشط في المنطقة دي، يعني الحمد لله بتخفف أعراض أي مرض موجود، أو بتخفف أعراض الاحتقان الموجود. على الصبح كده في الصباح الباكر تشرب لك مثلا خليط من العسل الأبيض مع الليمون. ما عندكش عسل أبيض وعسل النحل، تاخد عسل أسود مع الليمون، ده بيقوي المناعة. عشان تقوي المناعة برضو تتجنب تناول السكريات. ليه؟ في ناس عندهم مرض السكر، لما ياكل كربوهيدرات او سكريات السكر عنده بيرتفع، ده بيعمل له مشاكل وبيضعف المناعة. كل خضار وفاكهة، الخضار والفواكه فيهم مضادات للأكسدة. مرضى السكر ياكل خضار زي ما هو عاوز، لكن الفواكه بحرص. شوربة الدجاج لما تاخدها كده دافية وتشربها، دي بتخفف من أعراض ومن نزلات البرد والأنفلونزا، وبتقلل فترة المرض. حاول تاكل الأطعمة الطبيعية اللي ربنا خلقها، بلاش الحاجات المصنعة الغريبة اللي بنسمع عنها. وتشرب لبن باستمرار، ويا سلام بقى المأكولات البحرية زي الأسماك والحاجات دي اللي القرآن الكريم قال عليها لحم طري، دي مفيدة جدا جدا جدا. الثوم والبصل الني، اما قلت لكم على فكره كل خضار كتير، بقصد الخضار الطازج مش الخضار المطبوخ. لو كان الخضار المطبوخ فيه فايده ايراد، فالخضار الطازج فيه فايده 100 ايراد. يبقى الثوم الني، البصل الني، يا سلام مضادات للفيروسات والبكتيريا ما اقولكوش. لما تاكل حبوب كامله، ماشي، دي ليها فايده عظيمه جدا. ليه؟ لان حبه كامله زي القمح، زي الرز، لو حبة كاملة يعني موجودة القشرة بتاعتها، دي ألياف. الألياف دي في الأمعاء بتخلي الكائنات الحية، في كائنات حية دقيقة مفيدة موجودة في الأمعاء، الكائنات المفيدة دي بتهاجم الفيروسات والفطريات والطفيليات وبتقضي عليها. لما أنت بتاكل الحبوب الكاملة بتنشط الكائنات الحية الدقيقة دي. وزي ما قلت لكم قبل كده، اللبن مفيد جدا لأنه بينشط البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء، وبيحسن طبعا عملية الهضم، زائد انه فيه فيتامينات هامة. الرياضة والمجهود والمشي والحاجات دي بتقوي جهاز المناعة. لما تيجي حضرتك تنام، ولا حضرتك تنامي، يا ريت تناموا عدد ساعات كافي، يعني 8 ساعات في اليوم،
افضل انهم يكونوا متصلين 8 ساعات نوم. النوم دوت فعلا علاج كويس جدا، واللي مرتاح ونايم كويس جهازه المناعي بيبقى كويس جدا. دايما تحرص انك متواجد في اماكن جيدة التهوية، يعني لو في المنزل لازم تراعي ان الهواء يبقى متجدد باستمرار، يعني تفتح الشباك تدخل شمس تدخل هواء، يعني تغير الجو بتاع الغرف والحاجات دي. يا ريت ما تتعرضوش للتوتر، التوتر القلق الضغوط العصبية الحاجات دي بتضعف المناعة، لان مواد بتتفرز في الجسم المواد دي بتضعف جهاز المناعة. بلاش تتناولوا المشاريب الكحولية وبلاش تتناولوا المخدرات، لان الحاجات دي بتضعف جهاز المناعة جامد اوي. المكملات الغذائية اللي موجودة في الصيدليات لو نوع كويس ممكن تاخده، نوع آمن كويس ممكن تاخده بحيث يقوي لك جهاز المناعة، لأن المكملات دي بيبقى فيها عناصر مضادة للأكسدة وبيبقى فيها بعض الفيتامينات اللي هي بتقوي جهاز المناعة، وكمان بيبقى فيها بعض العناصر اللي بتقوي جهاز المناعة. لو في حالة الميكروبات، في حالة الميكروبات اللي اتعمل لها تطعيمات انت بتاخدها، التطعيم ده بيبقى الميكروب ضعيف فبتاخده، الجسم بيقدر يكون له مقاومة ليه، بحيث لو الإنسان أصيب بهذا الميكروب بيقدر الجسم يقاومه ويتذكر المقاومة ديت ويقدر يتعامل معاه لأنه واخد الطعم المضاد له. للأسف فيروس كورونا حتى الآن ملوش تطعيم. في نهاية الفيديو بدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يجنب بلدنا الحبيبة مصر الداء والوباء، ويرب يشفي كل مريض وارحم موتانا وموتى الجميع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.